سيدي الحجازي افتح الليت اللي عندك سيدي الدملخي. قال تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر والفسوق والعصيان يعني ليش حطهم الله نفس المرتبة؟ طيب ما هو دي كرها للنفوس. مين اللي يقبل بيقول ولا يرضى لعباده الكفر؟ ربنا لا يرضى للناس، فالناس هم اللي بيقبلوه، فاللي يقبل هذا مش مسلم. فربنا قال وكره إليكم يعني إلى نفوسكم الكفر والفسوق والعصيان. شنو الكفر؟ هو الإشراك بالله وال والفسوق. الكفر الجحود. جحود الإشراك يعني يقر بس يجعل له شريك. سبحان الله. والعصيان يأبى ما أنزل الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والكفر والفسوق هو الخروج عن الجماعة، عن الملة. لأن الفسوق مش شرط يكون بجارحة، فإن إبليس كان مع الملائكة وفسق عن أمر ربي، يعني خرج عن أمر الله. يعني حبب إليكم قبل أو حبب إليكم الإيه؟ الكفر والفسوق. لا، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. أيوة، شفت بقى؟ فتزيين الإيمان في القلوب وتحبيبه إلى النفوس مقابل الثلاثة دول. يعني مولانا اللي يصير علماني ولا شيوعي ويرجع مسلم يعتبر أول فاسق؟ طب ملحد هو راجع للإيمان ولا طلع من الإيمان للحاجات دي؟ طلع منها ورجع. ورجع خلاص، إن رجع تاني يبقى ازداد كفره. قلت مصريين أركان تفرج. نعوذ بالله. يا رب يا رب. يعني الكفر يوازي الفسوق والعصيان طبعا وأكثر. أذن الله.